عند قيادتك لدراجة كهربائية، اتبع هذه الخطوات للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. ارتدي خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء. استخدم المسارات المخصصة للدراجات وقد في نفس اتجاه حركة السير. التزم بحدود السرعة المحددة. تفادى حمل أي راكب آخر معك أو أي أوزان ثقيلة قد تفقدك توازنك. لا تستخدم السماعات الثنائية واحترم إشارات وقواعد المرور. اتبع هذه النصائح لطريق آمن وكن أنت جزءا من أمنه وسلامته.